اذكر مفردات يقولها العراقيون بمعنى عسى. يلا استاذ سجاد، عسى عسى باللهجة العراقية ست احتمالات موجودة، واحدة منهن ممكن نقول شو نقول؟ ممكن نقول زين. زين؟ نعم عسى زين. خلينا نشوف. زين لا لا، بمعنى عسى اكو مفردات شعبية نقولها بالعراق. عسى يعني صار بلكت. شنو؟ بلكت. شكت حلوة هاي، بلكت عسى بلكت. نعم شوف الشعراء با 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 يلقوا في المفردة الشعبية والمفردة باللغة العربية. بلكت بلكت، إذا بلكت تقرر لنا مع من نذهب. شو تقولون؟ ها؟ نطل السؤال، نهد السؤال، لهم ضيوف علينا. لا ورطوب نتفضل أخي جاد وتفضل أخي كرار، وخلي نشوف الأخت هاجر أو هاجر، مو باللغة العربية هاجر، احنا نقول هاجر. هاجر، اذكري لي مفردة باللهجة العراقية يقولها العراقيون نحن بمعنى عسى. قالت قال بلكت. بلكت وبعد شنو؟ بلكت يجي الليل هويلي وتانك يا حسن. عسى بلكت عسى عسى بلكت.